عايز اعرف منك الاول، انت كنت متوقع النجاح اللي ما شاء الله الفظيع اللي المسلسل حققه السنة دي؟ بص، انا مش توقعات النجاح الكبير، انا كان توقعاتي ان ربنا هيكرمنا، وكنت مطمن كده، كان عندي كده حالة من الطمأنينة كده، واثق ان ربنا هيكرمنا. بس بصراحة ما كنتش متوقع من اول حلقة يحصل الفرقعة بتاعت الحلقة الأولانية، والبنت والسحر والحاجات دي. بصراحة ما كنتش متوقع، لأن كنت خايف من المشاهد دي قوي، طبعا إن هي تبقى مع الناس تقلب كوميدي. يعني دي مشكلتها، لأن كانت واقفة على شعرة بسيط، خصوصا آخر حلقة، كمان الحلقة الأولانية قصدي، قفلت آخر مشهد فيها قفلة تخض بكل حاجة. هي بدايتها بداية خدنا توقع الناس العادي اللي يقول لك مسلسل مداح، ده مسلسل مديح وبتاع بالظبط. فاخدته انت في 5 دقايق الناس تتفرج، تمام. فجأة المفاجأة الكبيرة ان هو مش بيمدح، ده واحد ربنا بيستخدمه، ان هو ممكن لو حد مأذي بعيد عن الطب وبعيد عن الحاجات دي، العلاج الروحاني يعني زي ما بيقولوا، تمام. اللي احنا فكان دي كانت خوفي على فكرة، دي كانت اكتر منطقة خايف منها جدا، لان لو ما تصدقتش من اول مشهد احنا كنا نروح في حتة مش حلوة خالص لا قدر الله. بس الحمد لله عدت على خير. لسه هنرجع نتكلم عن النقطة دي، بس عارف في نجاح اللي هو ايه، مسلسل ينجح عادي تلاقي الناس فرحانة بيه في البيوت وفرحانة بيه في الشارع وخلاص، لكن في نجاح مختلف اللي هو نوصل لدرجة ان قهاوي تغير اسميها، ان ماركات بقى الحاجات بتاعت الاطفال، البطاطس والشيبسي والحاجات دي تغير، وكل شوية نلاقي حاجة وماركة جديدة او حاجة جديدة خدت البراند بتاعها يبقى اسمه المداح، عشان اسم حلو. سيبك يعني النجاح، الحمد لله احنا الحمد لله نجاح المسلسل كان كبير والناس تعلقت بيه. هو فعلا الاسم ينفع براند، يعني الاسم ينفع في ان هو يبقى حاجة، يعني محل مش عارف ايه. هو اسم المداح ده حلو يعني وارد جدا. انا لقيت واحد هو فاتح لسه جديد، انا اللي مضايقني الحاجات دي، انا المفروض اشاركهم يعني يعملوا اي مصلحه يعني احنا قاعدين طول السنه ما بنعملش حاجه. انت هزرت فعلا مع صاحب ماركه الشيبسي، لقيته مغرق الجمهوريه كلها فعلا، يعني في كل حته، وعامل سعر حلو فالناس بتروح له، وطعم ال منتج مش اي كلام بقى. انا بعمل له دعايه دلوقتي كمان. لا مش ده وحش. المهم بعت لك حاجه ولا بعمل لو بعت وشاركت اقول لك ده جامد، منتج جامد اكيد. ناس كتير بقى تفاعلوا كمان مع القصه بتاعت قصه الشعر اللي اتعملت، قصه بس انت ما عجبكش الموضوع. انا لحقتها بصراحه، لحقتها عشان مش عايزه تنتشر وما تبقاش حلوه، لان اللي ظهر لي بيها ووريها لي طفل صغير. هي جميله ان هو يفرحني ان هو من حبه لمسلسل مداح فكاتب الاسم على دماغه بس انا بصراحه لو شفت ابني يوسف مثلا داخل عليا وعامل القصه دي وكاتب اي اسم حتى لو المداح مش عارف ايه، انا بصراحه يعني هتضايق وهقول له ما تعملش كده. فالولد هو كان مستني ان انا لو كنت قلت الولد برافو عليك وجامد يلا، ومصر كلها حلقتها لك، كانت الاطفال، لان الاطفال ممكن الكبار ما يعملوش، بس الاطفال بتقلد بعضيها، فهتلاقي كله فرحان ايه موجود على كل السوشيال ميديا ومش عارف الفنان فلان مش غير للحاجات دي، فالناس بتحب كده يعني، الناس عايز تظهر بكتير يعني بالظبط. فلا انا ما ينفعش دي اطفالنا يعني يبقى شكلهم بالطريقه دي. انا ما رضيتهاش على ابني، فمش هرضاها على غيري بصراحه.